ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه ومكملين النهارده ان شاء الله مع بعض احداث مسلسل خريف القلب. تابعوا للنهايه، مفاجآت قويه جدا جدا. مش ملتزمين بحلقات، ان شاء الله كل الاحداث دي تحصل. ممكن نرجع نغير ارقام الحلقات لو حصل تغيير. تعالوا النهارده نشوف مفاجآت قويه. صفر بيروح عشان خاطر يتكلم مع راشد، وبيقول ان هو عارف كل حاجه، وان هو متجوز على مراته، وان عنده بنت وشافهم كمان. ممكن يروح يفضحه عند مراته فرح، عشان كده قال له لازم ادخل معاك في المشروع وانت كمان اللي تدفع لي الفلوس. وساعتها راشد قال له فعلا انت بتهددني يعني وبتبتزني؟ قال له ايوه طبعا، ما انا لازم استغل الفرصه. قال له انت فعلا ونعم الصديق، تمام ماشي، عايز كام؟ قال له مش عايز اكتر من اني ادخل المشروع ده والفلوس تتحولي كمان على البنك. قال له ماشي تمام، اديني اسبوع. قال له لا، اسبوع كتير عليك. طبعا راشد سايسه وخده للاخر، رغم انه عارف اصلا ان ده مش ابتزاز ولا حاجه، وان الموضوع مش موضوع جواز، لكن قال له ماشي. نهلة بتلبس وبتتجهز علشان تخرج وتروح وتقابل راشد. ساعتها جوار قالت لها انت رايحه فين؟ ما ردتش عليها ومشيت. بينما بعد كده امل اخذت البنات صديقاتها وراحوا على المطعم على اساس ان هي هتعزمهم، والاكل عجبهم جدا ومش مصدقين. معقول ابوكي هو صاحب المطعم الكبير ده؟ عماله طبعا تتمنظر عليهم وتقول لهم هتشوفوا بابا دلوقتي هيجي ويدفع الحساب. الجرسون بيقول لها لو سمحتي الحساب. قالت ان هي بنت راشد. قال لها ايوه والله حلو قوي اللعبه اللي انت بتلعبيها دي، مثلا انا مش فاضي العب معاكي، لو سمحتي ادفعي الحساب. قالت له لا، انا عايزه اشوف راشد فعلا، انا ابويا يكون راشد السر. قال لها لا مش هتشوفيه، هو اصلا مش موجود. قالت انت بتضحك عليا. راحت المكتب واقتحمته وسالت السكرتيره، السكرتيره قالت لها ما هوش موجود. طبعا كانت محرجه جدا، فحاولت تتصل بيه، كان رايح يقابل نهله، ما كانش فاضي ان هو يرد عليها، ما ردش عليها، كانت مش عارفه تعمل ايه، اتورطت. بينما بعد كده بنلاقي ان نهلة بتروح وتسلم على راشد وبيقعدوا يتكلموا مع بعض. فرح بتروح علشان خاطر تشوف بنتها شوق في النادي، ساعتها قالوا لها ان هي مع الحصان بتاعها. جت بعد كده وقعدت تتكلم مع مامتها وبتقول لها انت زعلانه مني؟ ما تزعليش مني، انا عملت كده مع البنت دي عشان خاطر هي محتاجه مش اكتر يعني. قالت لها انت بتحبيها اكتر مني؟ قالت لها لا طبعا، انت بنتي ومش هحب حد اكتر منك، وانت عارفه كده كويس. لكن انا غيرت جدا لما شفتك يعني ماسكه الصوره بتاعت مامتك اللي كانت حامل فيكي، اتضايقت جدا، بس ان شاء الله مش هيحصل كده تاني. امل موجوده في المطعم بتحاول تشوف مخرج، راشد مش بيرد عليها. حاولت انها تكلم فرح، فرح لما شافتها وترن ما ردتش عليها لانها كانت مع بنتها شوق، فكانت محرجه جدا قدام اصدقائها. ولما سالت شوق فرح مين اللي بيكلمك، قالت واحده من الستات بتوع الجمعيه. ساعتها اتورطت امل وراحت وطلعت الفلوس اللي كانت معاها من راشد وحطتها على الترابيزه، وقالت لاصدقائها يكملوا، ومشيت زي المجنونه. فضلت تبكي في الشارع وتعيط. راشد راح يتكلم مع نهله ويعتذرلها عن كل حاجه، وكمان بدا ان هو يتكلم عن مشاعره ويقول لها ان هو معجب بيها. قالت له ما ينفعش ان احنا بنعمله ده غلط. قال انا اول مره احس فعلا اني عايش واحس ان انا بحب فعلا. نهله لازم نكون مع بعض، وقرب منها. بينما بتكون امل في حاله من الصدمه وبتفضل تبكي وبتروح علشان خاطر تعمل حادثه هي بنفسها راحت، وبالفعل عملت حادثه بسيطه وودوها على المستشفى على طول. فرح اخدت بنتها شقه علشان تجيب لها بعض الملابس، وساعتها قالت لها ماما انا مش محتاجه هدوم. قالت له ماله، هاتي كمان، اصلا احنا بنتسوق كده يعني كمتعه مش اكتر. قالت له لما اخدتي بنتك امل روحتي اتسوقتي معاها برضو كانت متعه؟ قالت لها يا بنتي انا قلت لك ان هي محتاجه، كان لازم ان اساعدها يعني. قالت لها ايوه انا فاهمه، لكن من الواضح يعني انك بدات تحبيها، وعلى فكره كان ممكن تكون مكاني لو ما حصلش تبديل، كان ممكن اكون انا مكانها واعيش في الفقر وهي اللي تاخد مكاني. اخترت لها فرح هدوم وراحت عشان خاطر تقيسها. بيجي لها اتصال من المستشفى وبيقول لها ان امل بنتك موجوده في المستشفى. فطبعا كانت منهارة تماما وقلقانة جدا على أمل، ومش عارفة تعمل ايه مع شوق اللي كانت بتلبس الهدوم وبتقيس. قالت لها حبيبتي خليكي هنا، انا هاجي على طول تمام. قالت لها رايحة فين؟ قالت لها انتي اشتري حاجتك وروحي على البيت، انا اصلي في موضوع يعني المفروض اروح دلوقتي حالا، اصلي واحدة صاحبتي عملت حادثة ولازم اشوفها في المستشفى. مشيت على طول وسابت بنتها شوق. وطبعا شوق كانت متضايقة جدا من تصرف مامتها ده. كلمه كمان راشد ونهلة طبعا كانت معاه، وان امل موجودة في المستشفى. راحوا زي المجانين الاتنين علشان خاطر يشوفوا البنت. اصلا البنت ما كانتش فيها اي حاجه، كانت كويسه جدا وسليمه، لكن اللي حصل ان هي كانت عايزه تلفت انتباههم وتقولهم انا موجوده يعني. بعد كده راحوا زي المجانين نهله وراشد عشان يطمنوا على امل،
كانت كويسة وكل حاجة، ما فيهاش أي حاجة أصلا. شوق راحت على النادي وكانت متضايقة، فضلت تنظف تحت الحصان. جت المدربة قالت لها بتعملي كده ليه؟ قالت لها انتوا مش بتنظفوا عنده، وكمان مش هتحطوا له اكل وشرب، ولا بتهتموا بيه، ولا بتسرحوا له شعره. انا لازم اكون موجوده يعني علشان خاطر تبداوا انكم انتوا تهتموا بيه؟ قالت لها اهدي طيب، احنا هنعمل كل الحاجات دي. كانت متضايقه، اخدتها في حضنها وقالت لها مالك، تعلم ما نتكلم مع بعض. رشد بيوصل زي المجنون وهو نهل على المستشفى، عايزين يطمنوا على الامل. الدكتور قال ان هو كويسه يعني ما فيهاش اي حاجه، شويه ردود بس، ودراعها ده ربطناه عشان خاطر بس يعني يعني تعبانه شويه وبيوجعها، ودماغها وجعها، ده انا مسكن يعني بسيطه ما تقلقوش من حاجه. الدكتور اخذ رشد على جنبه وقال له البنت ما فيهاش حاجه على فكره، بس يمكن بتعمل كده عشان خاطر يعني تخليكم مهتمين بيها شويه. قال تمام، هي هتبقى كويسه ان شاء الله وهتخرج على طول. شوق بتحكي كل حاجه لصديقتها اللي في النادي، وبتقول لها ان هي حاسه ان ما فيش حد مهتم بيها ولا حد بيحبها، وان ده بيخليها دايما متضايقه طول الوقت وزعلانه ومش طايقه حد. فرح بتوصل على طول على المستشفى وبتلاقي راشد مع نهلة، بتتضايق جدا طبعا لما بتشوفهم مع بعض، وبتدخل عشان خاطر تطمن على أمل. نهلة بتمد إيديها عشان تسلم عليها، لكن بصت لها باحتقار كده وما رضتش أصلا إنها تعبرها ولا سلمت عليها. راشد قال لفرح سلمي على نهلة، مدلك إيديها، ما رضتش أبدا إن هي تسلم. بصت له وقالت له إن هي عايزاه. طلعوا بره، قالت له إيه اللي جابك مع ستي دي هنا؟ رد وقال إن هو كان معاها، وإن لما كلموه جم على طول يجروا. قالت له يعني انت كنت معاها؟ قال لها ايوه مش هنكر يعني. قالت له طيب تمام خلاص خليك معاها، وما ترجعش البيت، مش عايز اشوفه خالص. سابته ومشيت. خرجت فرح من المستشفى زي المجنونه وجريت على البيت وهي متغاظه جدا من راشد ومش طايقاه. شوق بتكون موجوده في البيت، وبعد كده بتلاقيهم عاملين حاجه كده حلوه في البيت زي كوكيز او حاجه، وبتقول لامينه ان هي عايزه تاخد شويه كده لحد عزيز عليها. كانت ناويه تاخد بعض منها وتروح عشان تاكل مع نهله مامتها. راشد ونهلة بيكونوا مع أمل في المستشفى، وبينما بعد كده بتوصل فرح زي المجنونة على البيت وبتلم هدوم راشد وتكون مش طايقاه وعايزة يمشي من هنا على طول. لكن مرة واحدة قالت ايه اللي أنا بعمله ده، أنا كده هضيع كل حاجة، لأ مش هعمل كده. بتوصل بعد كده شوق على البيت وبتفتح لها جواهر وبتفكرها صديقة لأمل. قالت لها أمل مش موجودة، قالت لها لأ أنا عايزة نهلة، قالت لها نهلة كمان مش موجودة. بس بعد كده فكرت وقالت ايه ده، انتي شوق صح؟ تعالي تعالي أنا عمتك، اهلا وسهلا اتفضلي ادخلي، ورحبت بيها. بيكون راجح قاعد مع مشاري قاعدين بيتكلموا في النادي، وبتيجي لطيفة وبتسلم عليهم وبتعرفهم على باقي ستات الجامعية. بتلغي جواهر كالعادة مع شو، بتقولها مين اللي عمل الحاجة الحلوة دي؟ قالت لها الخالة أمينة. قالت لها دي جارتكو؟ قالت لا مش جارتنا، هي يعني بتساعدنا في البيت وبتعمل الأكل. قالت لها اه خدامة يعني. قالت لها اه احنا بس نقول لها يا خالة علشان خاطر ما تزعلش. قالت لها عندكم كام خدام؟ وعندكم طبعا سواقين. ايه ده انا شكلي بحكي حاجات ملاش لازمة. وقامت علشان تعمل لها شاي. شو شافت بعض الصور في البيت، اتنين كبار في السن، قالت لها دول جدك وستك، وكمان شافت صورة وقالت ده بأبوكي، انت شبهه على فكرة، انت شبهه على فكرة. وشافت كمان صورة لأبوها وهو شايل أمل، قالت لها أيوة أنت المفروض تكوني مكانها، بس كويس إنك ما كنتيش مكانها يعني كنت هتعيشي في الفقر. قالت أنا عايزة أكلم بابا، ممكن تديني رقمه؟ قالت لها إيه لا لا هو أصله مش معاه تليفون دلوقتي، أصله كان شغال في مطعم ومع كده طردوه، وبعد كده هو مش معاه تليفون، أكيد لما أعرف نمرته هعرفك يعني. بتوصل نهلة على البيت وبترحب بيها شوق، لكن مرة واحدة بتلاقي راشد وكمان أمل جايين معاها. أمل بدأت تتصلبط وتقول إن رجلها وجعاها وإن هي تعبانة ومش قادرة تمشي، وتقول لباباها راشد بابا فين الدواء وفين التليفون بتاعي، أصل ماما فرحة تكلمني. طبعا كل الكلام ده عشان تغيظ يعني شوق المسكينة. بيستأذن راشد عشان يروح يجيب الدواء من بره، وبتروح ورا نهلة وبتقول إن هي ما كانتش حابة أبدا يحصل ده وإن هما يشوفوا بعض، لكن حاول يطمنها ويقول لها أنا هكون معاكي ما تلاقيش، كل الحاجات دي هنعديها. بتستأذن شوق علشان خاطر تمشي، وبتقول لبابا يلا بينا نمشي. نهلة قالت لها خليكي معايا، قالت مرة تانية هبقى اجيكي او ان احنا نتقابل مع بعض بره. كانت طبعا امل متضايقة جدا، وقالت شو لابسة جزمة جلد طبيعي وانا لابسة قرف اهو، عايشة هي عيشتي، المفروض اصلا انا اكون عايشة العيشة دي. نهلة بترجع وبتلاقي جواهر بتتكلم مع امل وبتخن في دماغها وتقولها فعلا يا بنتي المفروض انت اللي كنت عايشة في العز ده. نهلة قالت لها كفايه بقى كده، انت بوظتي دماغ البنت، مش عارفه اربيها من تحت راسك، وكمان عايزه تبوظي دماغ البنت التانيه، ابعدي عننا بقى يا شيخه. اما طبعا كانت متضايقه جدا وبتقول ان هي المفروض كانت تعيش العيشه دي اصلا.
راشد موجود مع شو، كانوا الاتنين في العربية، وبتقول ان هي متضايقة جدا من عيشتهم، يعني عيشة امل، يعني بتقول المفروض امل هي اللي تكون مكاني وانا اكون مكانها، انا واخدة مكانها. قالها لا ما تلاقيش، انا هحل كل حاجة. قالت له من فضلك يا بابا ساعدهم شوية. قالها طبعا اكيد. راشد بيروح على البيت علشان يروح بنته شو، وقعدوا ياكلوا مع بعض. وسألت امها عن صديقتها اللي عملت حادث، قالت لها ايوه بقت احسن دلوقتي. وطبعا البنت عارفة ان هي اكيد كانت مع امل لانها شافتها وهي عاملة حادث، واكيد امها سابتها في السوق وراحت علشان خاطر امل مش اكتر. الجو كان متوتر شوية على السفرة. قام رشد علشان يلم هدومه، مسكت في فرح وقالت له رايح فين انت مش هتمشي من هنا؟ قال لها سيبيني دلوقتي انا لازم امشي. قالت له لا طبعا مش هتمشي، انا استحالة اسيبك تمشي والناس تتفرج علينا بيقولوا ايه بالظبط. انا اسفة على كل الكلام اللي قلته لكن انت اللي زودتها. قال لها سيبيني انا لازم امشي، مش قلتي لي ارجع البيت مالكش؟ خلاص انا ماشي. قالت له اه انت عايز تمشي عشان خاطر تروح للشرشوحه بتاعتك صح؟ اكيد طبعا، اكيد انت مش مبسوط ابدا معانا عشان خاطر عايز تروح لها، اكيد طبعا هتتجوزها صح وهتعيشوا مع بعض وهسيبني انا صح؟ صوتهم كان عالي جدا. قال لها وسعي انا لازم امشي. قالت له مش هسيبك تمشي. زقها مره واحده وقعت على الارض. اتاسف لها، قال لها انا اسف على كل حاجه. قالت له مش هسامحك ابدا على كل اللي بيحصل، انا مش هسامحك فاهم ولا لا؟ هدفعك تمن كل حاجه كمان. قال لها خلاص انا قلت لك اسف، خلاص اسكتي بقى وبطلي تصرخي كل شويه شويه. سمعوا صوت شوق ومشاري بيزعقوا مع بعض، فخرجوا علشان يشوفوا في ايه. وبالفعل هم بيزعقوا مع بعض جامد، وبتقول لهم شوق ابعدوا عني، انتوا بتشفقوا عليا، عاملين نفسكم بتحبوني، انتوا مش بتحبوني عشان انا مش من دمكم، انا مش بنتكم، اكيد طبعا مش لازم تحبوني، بتمثلوا عليا الحب، كل واحد فيكم عايز مصلحته وبس. حاولوا يهدوها. قالت لامها انت اصلا ما كنتيش مع صاحبتك زي ما قلتي، انت كنت عند امل، سبتيني في السوق ومشيتي، طب ليه؟ انا ما قلتلكيش اصلا خديني السوق، فليه تاخديني وتسيبيني هناك وتمشي؟ حرام عليكي. لو انت عايزه تروحي لبنتك الحقيقيه قولي لي عادي، ما كنتش هزعل، لكن تسيبيني في نص السوق وتمشي؟ ما حدش بيحبني، ما حدش عايزني. حاولوا يهدوها، وراشد اخدها في حضنه وحاول يهديها، كانت منهاره تماما. نكتفي بهذا القدر، شكرا طولت عليكم، ان شاء الله نكمل باقي الاحداث في فيديو تاني. اشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس، واستنوا كل جديد. باي باي.